كانت بكل معاني الكلمة أجمل مباراة لعبها الأهلي في كل مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية. وبالمناسبة ماتش امبارح خلى الأهلي وصاحب رقم قياسي على جميع أندية العالم في عدد المباريات اللي لعبها في بطولة كأس العالم للأندية، وصلنا لرقم 16 وبإذن الله في 17 وبإذن الله بعده 18، وكلها مشاركات مضمونة بإذن الله. نتمناها بس تكون قبل النهائي بالميراس، والمباراة اللي بعدها يا سلام لو بقت النهائي تبقى كده يعني زي ما بيقولوا اتعشت. خلينا نرحب بنجم بالميراس البرازيلي وفنرباشا التركي السابق جيسون كابا، هيكون ضيفنا هنسمع أو هنتواصل معاه من خلال الاتصال الهاتفي. بداية بشكرك على مشاركتك معنا وأهلا بيك على شاشة الأهلي. بوم جيد. أنا سعيد جدا بتواجدي في قناة الأهلي. بداية عايز أعرف رأيك في ماتش امبارح، تابعت المباراة اللي جمعت بين الأهلي ومونتري، ورأيك في مستوى النادي الأهلي وظهوره المميز في مباراته الافتتاحية. فريق قوي، فريق منافس بشكل كبير، فريق ممتاز، وفريق مونتيري برضو كان عنده بعض الفرص بس ما قدرش يسجل الهدف اللي كان يكون حاسم ليه في المباراة. والأهلي كان عنده فرص وقدر يستغلها، لذلك فاز بالمباراة. فكان مباراة مهمة جدا للأهلي، فريق كبير عنده عادات وتقاليد، وفريق برضو المكسيكي كان فريق قوي، ودلوقتي بالميراس عنده الفرص انه يلعب امام الأهلي، واتمنى ان هي تكون مباراة جيدة كمان من بالميراس امام الأهلي. كلاكيت تاني مرة في نسختين متتاليتين الأهلي يواجه بالميراس، من وجهة نظرك ازاي هيكون سيناريو المواجهة المنتظرة يوم الأربعاء اللي جاي إن شاء الله؟ أعتقد إن بالميراس محضر نفسه بشكل جيد جدا، وبالميراس عنده نزعة كبيرة جدا انه يؤدي بشكل جيد، عنده لعيبة حاليا جيدين جدا وعلى مستوى ممتاز، ولعيبة عندهم خبرة، ولعيبة كمان صغار سن، فده في كرة القدم بيبقى شيء جيد جدا لأي فريق، وأتمنى أن بالميراس يقدر يقدم أفضل مما قدم العام الماضي. كان عنده بعض الفرص السنة اللي فاتت وما قدرش يستغلها، فأعتقد السنة دي هو بيشتغل بتحضير جيد جدا عشان يقدر يقدم مباراة كبيرة بإذن الله. عايز أتكلم معك عن سكواد بالميراس، يعني طبعا بطل البرازيل له كل الاحترام وبطل أمريكا الجنوبية، لكن أتكلم معك شوية عن سكواد بالميراس. هل في تغييرات كبيرة طرأت على تشكيلة الفريق عن السكواد اللي ظهر في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، ولا تقريبا هي نفس العناصر اللي هتلعب ماتش الأربعاء؟ أهم شيء لعيب مهم جدا اسمه دودو، رجع تاني لبالميراس ومن أحد أهم اللعيبة، لعيب عنده خبرة كبيرة، بس أنا مؤمن بشكل كبير جدا بالمجموعة لأن عندهم حارس مرمى منتخب البرازيل وعندهم جوستافو جوميز أحد أفضل المدافعين، بيلعب بشكل جيد جدا، عندهم وسط ملعب بشكل لاعبين على مستوى عالي جدا في وسط الملعب. فأنا أعتقد بنسبة كبيرة جدا في الفريق كمجموعة، عندهم لعيبة مميزين جيدين، بس أعتقد أكبر تعاقد كان الفريق هو عودة دودو للفريق. طيب هل الفريق الموجود في أبو ظبي حاليا هيعاني من أي غيابات أو بيعاني من أي إصابات هتمنعهم من المشاركة مع الفريق في البطولة؟ اللعيب الوحيد اللي خرج بس من بالميراس هو فيليبي ميلو، بس الباقي موجودين. اللعيب الوحيد اللي خرج هو فيليبي ميلو وراح فلومينينسي.
المواجهه الثانيه من وجهه نظرك بين الاهلي وبالميراس هتكون ازاي؟ واعتقد طبعا ان الفرقتين عندهم طموح مشروع جدا للوصول للمباراه النهائيه، لكن في مقابله سابقه الاهلي نجح فيها في تخطي بالميراس، الاهلي عنده خبره مع التعامل مع لعيبه النادي البرازيلي، الرهبه اللي يمكن كانت موجوده زالت، تاثير ده على المواجهه اللي جايه ان شاء الله. بكل أمانة الفريق بتاع بالميراس شاف الفريق الأهلي بيلعب، ودي نقطة جيدة جدا بالنسبة لكرة القدم. مهم جدا أنت تشوف الخصم أنت هتلعبه، ومهم جدا أنت تحلله، ومهم أنت تحلله من جميع الجوانب. المدرب بتاع بالميراس مدرب جيد جدا، ذكي جدا، وانا اعتقد زي ما قلت قبل كده ان بالميراس محضر نفسه بشكل جيد جدا، واتمنى انه يفوز بالمباراه. مع كل الاحترام لفريق الاهلي، بس اعتقد المره دي بالميراس هيقدر يفاجئ الاهلي بشكل كبير. جيسون كابا نجم طبعا بالميراس السابق، بشكرك شكرا جزيلا. خليني اقول لحضراتكم انه كمان هو اتكلم على دودو، الصفقه الجديده اللي انضمت للفريق. دودو ده لو حضراتكم تتذكروا فريق الدحيل القطري اللي كنا قابلناه في افتتاحيه كاس العالم للانديه في النسخه الاخيره، هو نفس اللاعب اللي كان بيلعب للدحيل انتقل لبالميراس، فبالتالي هو مش جديد علينا، ويمكن يكون هو زي ما قال جيسون كابا هو الصفقه الاهم. يعني الصفقات الثانيه ما هياش بنفس القوة أو ما هياش مؤثرة بشكل كبير. فيليبي ميلو ده كان قائد الفريق وطبعا الدولي البرازيلي اللي ضيع ضربة الجزاء اللي فزنا بيها بالميدالية البرونزية، وبالتالي ده الغياب الوحيد عن نسخة بالميراس السنة دي. خليني أقول لحضراتكم بقى إن أنا هتكلم على ماتش مصر. طبعا ماتش مصر والسنغال النهاردة ملناش كلام غير على نهائي أمم أفريقيا، وبالتأكيد طبعا مواجهة الأهلي وبالميراس هتكون حاضرة مع نجم كبير هو شريف عبد المنعم، ضفنا في السادسه. بس هسيبكم الاول، تعالوا نروح كده بسرعه على البونز ليج، اجيب لكم ماتش بقى في السنين الاخيره او السنوات الاخيره من الماتشات المنتظره في البونز ليجا. لما لايبزيج يلعب بايرن ميونخ بتبقى مباراه من الماتشات الثقيله في الدوري الالماني. مباراه الحقيقه كانت يعني ماشيه سجال بين الفرقتين. توماس مولر نجح انه من متابعه ناجحه لتصويبه او تسديده ليفاندوفسكي انه يحط هدف اول لبايرن ميونخ، لكن لايبزيج الحقيقه وكعادته دايما من الفرق اللي ما بتستسلمش قدر بعدها الحقيقه وبعد وقت قليل جدا انه يحرز هدف التعادل في ال ده اندري سيلفا طبعا اللي سجل الهدف الاول لايبزيج في شباك طبعا بايرن ميونخ. بعدها على طول قدر كينجزلي كومان الحقيقه بتمريره رائعه الحقيقه انه يعمل كوره أو أسيست هايل لليفاندوفسكي اللي قابلها بمنتهى الشياكة، منتهى الروعة. يعني بيحط جوان سيني بصراحة ليفاندوفسكي، مش أي جون وخلاص. كرة بضربة رأس ما يمكن ما عادش يمكن حوالي 3 أو 4 دقايق بعد بداية الشوط الثاني، وتمكن الحقيقة لايبزيج برضو من تعديل النتيجة عشان تصبح النتيجة 2-2. إصرار كبير جدا من لايبزيج في المباراة دي، ولكن للأسف يعني تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. نيران صديقة خطأ فادح الحقيقة من مدافع لايبزيج يخلي الهدف الثالث. طبعا مش قصده، مع يعني ما تقدرش تلومه بصراحة، وعامل تاكلينج بيحاول يمنع العرضية، لكن الكرة خبطت فيه في نفس الوقت اللي خرج فيه حارس المرمى عشان الكرة تسكن الشباك وتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونخ على لايبزيج بنتيجة 3-2. مصر السنغال، الأهلي بالميراس، مع كابتن شريف عبد المنعم، ضفنا في السادسة بس بعد الفاصل.